اليوم راح نتكلم في فيديو الجزء الثالث من الرد على أسئلة المتابعين حول السفر إلى قطر والعمل فيها. دكتورة سمية بتقول: أنا طبيبة سودانية مضيعة شهادة تفاصيل الجامعة والامتياز بالحرب في السودان، هل ممكن أعمل كطبيبة في قطر بدونها؟ بالبداية كل تحياتنا لأهلنا في السودان، وكل دعواتنا بأنه ربنا يخفف عنكم ولايات الحرب وربنا يديم عليكم الأمن والسلام. رقم 2، هذا السؤال اللي سألته قبل هيك عن ممرض جاي من غزة وبرضه مضيع شهاداته بالحرب، فللأسف الشديد مش غلطة قطر، مش سيئة من سيئات قطر لحالها، كل بلاد الدنيا ما بتعترف إلا بالورق، فما إلك حل إلا تستني أنه تنتهي الحرب وترجع تروحي على الجامعة أو تبعتي حدا على الجامعة أو تتواصل مع الجامعة يبعثوا لك الشهادات ولو بالإيميل وبعدين تطبعيهم طباعة، والله يجيب الخير والله يشيل عنكم ويلات الحرب. هل يوجد تقاعد للممرضين الذين يعملون في قطر بعد نهاية الخدمة؟ الجواب: تقاعد بالمعنى المفهوم ما في، لكن في إشي اسمه مكافأة نهاية الخدمة. أنت لما تترك العمل في دولة قطر راح يطلع لك راتب شهر اللي هو الأساسي مش الإجمالي عن كل سنة اشتغلتها، فلو اشتغلت 5 سنين بنزل لك راتب 5 شهور، اشتغلت 10 سنين بنزل لك راتب 10 شهور، طب لو اشتغلت 40 سنة بنزل لك راتب 10 شهور، أي عدد سنوات خدمة أكثر من 10 راح ينزل لك 10، من السنة 11 فما فوق كل شغلك على الفاضي. حاليا الراتب الإجمالي للممرض تقريبا 9200، الأساسي 8000 أو 7900، فلما بدك تحسب المكافأة تحسب على الأساسي اللي هو 7900 مش على 9000. هل مصر من البلاد الممنوعة من دخول قطر؟ الجواب: نعم، المصري واليمني والسوري ممنوع يشتغلوا في هاي البلد. كثير ناس تبعت لي بتقول لي: أنا مصري أقدم؟ لا لا تقدم. أنا مصري أدرس أعمل برومتريك أعمل داتا فلو؟ لا لا تعمل. طب أنا أخوي أو ابن عمي أو صاحبي أو فلان صار له 20 سنة بقطر كيف بتقول ممنوع؟ ما هو اللي أجوا قبل 2017 اشتغلوا، بعد 2017 ممنوع. إذا كنت أمتلك داتا فلو سعودي ممكن تحويله لقطري؟ سؤال جميل جداً، وهي صارت معي أنا نفسي. أنا كان معي داتا فلو إماراتي وبعدين قدمت على امتحان قطر أو على رخصة مزاولة المهنة تبع قطر. لو معك داتا فلو من دولة خليجية ثانية بتدفع بس رسم تحويل الداتا فلو أو رسم تغيير بعض التفاصيل، بتدفع يمكن $50 أو $100. أنا رجعت قدمت نفس الطلب، شهاداتي أصلا موجودة عندهم ما بعتها مرة ثانية، بس قلت لهم غيروا سطر واحد في كل المعاملة اللي هي الجهة الموجه إليها الطلب، بدل وزارة الصحة الإماراتية بتخلي وزارة الصحة القطرية وبترجع بتقدم كل الورق مرة ثانية. كلفتني $100 اللي هم $140، وكلفتني هذا المبلغ لأنه أصلا داتا فلو تبعي كان منتهي مدتها، يعني أنا عملت الداتا فلو بعد سنتين وشوي عملتها كمان مرة، لو لحقت قبل بأسبوع كانت لسه مش خالصة كان دفعت أقل. لولو بتقول: أنا تخصص تخدير وإنعاش، إذا نجحت ممكن إحضار زوجي وأولادي؟ طبعا ممكن. أنا قلت في أكثر من فيديو أنه أي واحد بيجي على قطر بقعد لحاله شهر أو شهرين لغاية ما هو يطلع له إقامة على كفالة المستشفى، بيعمل إقامات لأهله زوجك وأولادك على كفالتك أنت وبتجيبيهم عندك على قطر. وسمعت مش متأكد من هاي المعلومة أنه بعض الناس من جديد صارت تجيب أمها وهي عزبية أصلا، بس مش متأكد أنه هذا القانون صار ولا لسه. سؤال من زميل يقول: هو ايه مهام التشارج نيرس وايه الفرق بينه وبين الهيد نيرس؟ انا متاكد انه اللي كتب هذا السؤال لسه طالب، بس مش غلط انه نفيد الناس. بدايه الهيد نيرس اعلى من التشارج نيرس او مشرف عليها، يعني الهيد نيرس هو المدير تبع التشارج نيرس. انت لما تشتغل في اي مستشفى بالعالم مش بس قطر راح تشتغل ممرض عادي او ممرض قانوني، بعد سنين من الخبره راح تصير تشارج نيرس يعني مسؤول الشفت، انت مسؤول عن كل الموجودين بالقسم ما عدا المدير اللي هو الهيد نيرس. فالممرضين بيشتغلوا بالمرضى، بعطوهم الادويه، بيقيسوا لهم الضغط، بيشرحوا لهم كل شيء، بنظموا عمليه العلاج، بيدخلوا مع الدكتور على الراوند، بيشوف الدكتور شو كتب ادويه، بعطوها للمريض، بيعملوا الغيار الى اخره. التشارج نيرس هو اللي بيعمل اولا الاشراف على الممرضين، بشوف مين بيشتغل مين ما بيشتغل، ببلغ رئيس القسم اذا في مشاكل، بتولى عمليات الصيانة، بتواصل مع جميع الأقسام سواء بده يجيب ناس يعطوك دورات، صارت مشكلة بده يبلغ القسم المعني، في شيء خربان بيحكي مع الصيانة، أجهزة طبية خربانة بيحكي مع الأجهزة الطبية،
اذا صارت اي مشكله بده يكلم الاشعه، انت كممرض ممنوع تحكي مع حدا. شو ما صار بتبلغ التشارج نيرس وهو بتصرف، ولو في كتاب رسمي صارت مشكله بده يبلغ عنها او كذا، شغله التشارج نيرس مش شغلتك. التشارج نيرس بعد عده سنوات من الخبره، اذا الهيد نيرس استقال او انتقل لبلد ثاني، بصير شاغر مفتوح، فبقدم على هيد نيرس، بصير مسؤول عن كل القسم. وبالعاده كل قسم بيكون فيه اكثر من تشارج نيرس، واكثر واحد فيهم معاه خبره ممكن يداوم يوم او يومين مكان الهيد نيرس اذا اخذ اجازه. سؤال بيقول ابو يوسف، وش معنى تجسير؟ انا قلت في واحده من الفيديوهات انه لو معك دبلوم بنصحك تجسر تصير بكالوريوس، لانه بتفرق معك مش بس في الراتب، في البوزيشن، وفي كثير شغلات. في كثير بلاد من البلاد العربيه ما فيها مصطلح التجسير. التجسير هو انك يكون معك شهاده سنتين من كليه او معهد تمريض، بتروح على الجامعه بتدرس كمان سنتين او سنتين ونص، بصير معك بكالوريوس، كانك دخلت الاربع سنين من البدايه. وهي صارت انا معي شخصيا، كان معي دبلوم سنتين، رحت على الجامعه الاردنيه درست كمان سنتين ونص، صار معي بكالوريوس وصرت ممرض قانوني. ليش انا بنصح الناس انها تكمل بكالوريوس قبل ما تسافر على الخليج او تهاجر لدول اجنبيه؟ لانه الوضع بيختلف تماما ما بين انك تبدا كدبلوم وبين تبدا كبكالوريوس. بالعاده معظم دول العالم الدبلوم ثلثين او ثلاث ارباع راتب البكالوريوس. الشغل بيختلف، في الدبلوم او الممرض المشارك بتشتغل اكثر وبتاخذ راتب اقل من ممرض البكالوريوس. غير هيك لقدام فرص التطور والترقي وزيادة الراتب أقل بكثير من البكالوريوس. غير هيك لو قعدت 1000 سنة بالمستشفى ممنوع تصير رئيس قسم أو سوبرفايزر أو مدير، أقل إشي ماجستير، حتى البكالوريوس ما بقدر يصير مدير. غير هيك لو أنت طلعت برا وشفت البكالوريوس مرتاح أكثر منك وراتبه أحسن منك وحبيت تكمل دراسة، فالدراسة ببلدك أرخص بكثير من الدراسة برا. فأعصر حالك سنتين زمن، خلص الجامعة وبعدين سافر. نصيحة. شكرا على السؤال. سؤال بيقول ممكن اسال حضرتك السن في تمريض قطر بياخد لحد سن كام؟ انا سني 43 وعاوز اسافر، سني مناسب ولا لا؟ معظم الدول العربيه او دول الخليج بتحب الناس اللي سنهم قليل، يا يعني بكون خريج جديد او مع خبره سنتين ثلاث لحد 8 معقول. ففي بعض العروض بيقولوا انه شرط يكون اقل من 35 سنه، وبعض الناس بيقول انه لحد 40 ممكن يتساهلوا، لكن كل دفعه من دفعات التعيين اللي بتصير بتفرق عن الثانيه. انا دخلت قطر عمري 39 سنه، صدفت ايام الكورونا كانوا محتاجين عدد كبير من الناس، وبعد ما جيت واشتغلت باكم من اسبوع صدفت انه في مئات الاستقالات صارت وصاروا محتاجين ناس، وقالوا له اقعد تروحش في عقد دائم. فما بتعرف يا ربك وين مخبي لك الرزق. لكن بالوضع الطبيعي الخليج كله ما بشغل حدا عمره فوق ال 35، بحبوا ياخذوا شباب، ياخذوا ناس لسه في سن الانتاج وفيهم حيل يمشوا ويركضوا ويروحوا ويجوا ويشيلوا المريض ويحطوا المريض، مش اجيب واحد عمره 40 50 سنه كل ثلاث ايام اللي هو قايل لي بدي اجازه، عندي ديسك في الرقبه، عندي ديسك في الظهر والروماتيزم والضغط والسكر. عشان هيك بحبوا الناس اللي لسه شباب. زهراء بتقول هل الحاصلين على الجنسيه الكنديه لهم امتيازات خاصة عندما يحصلون على عقد عمل في قطر؟ شكرا مسبقا. وقبل ما جاوب السؤال، عفوا مسبقا، الجنسية الكندية، البريطانية، الأمريكية، الألمانية، أي جنسية غربية لدولة عظمى مرحب فيها في الخليج بشكل عام، وراتبها أعلى من الجنسيات العربية. هذا قانون غير مكتوب، لو لفيت الخليج كله مش راح تلاقي ورقة أو قانون أو سياسة لأي مستشفى مكتوب في هذا الحكي. لكن كثير ناس قالوا انه انا اشتغلت في الكويت او قطر او السعودية او اي بلد خليجي 5 أو 10 سنين وطلعت على المانيا ورجعت لهم جنسية، او طلعت على امريكا ورجعت لهم جنسية، ضربوا لي الراتب ب2 أو 2.25. فالجنسية الكندية من الجنسيات المرحب فيها ومفضلة كمان على باقي الجنسيات. الزميل ديد اند، يعني نهاية مسدودة، بقول لك هذه 3 شهور من دون راتب اللي اتعلم فيها، مجرد سؤال فضولي من طالب دبلوم بده يشتغل ان شاء الله في قطر. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا قلت إنه أول 3 شهور من عمل الممرض في قطر بتكون من ناحية بعلموك على الكومبتنسز وعلى السكيلز اللي بيعملوها في قطر، من ناحية فترة أورينتيشن بتتعرف على المستشفى، ومن ناحية بتكون فترة تجربة، إذا ما عجبتهم ما بتتثبت. فهاي الفترة أنا قلت إنه غالباً مش كل الناس راح تستلم كل 3 شهور مع بعض بنهاية الشهر الثالث. في ناس بيستلموا
اول شهرين مع بعض، بعدين بصير كل شهر بانتظام. فانا ما قلت انه 3 شهور ببلاش، انا قلت اول 3 شهور ما في راتب، لما يخلص الشهر الثالث بنزل لك الثلاث مع بعض، وبعدين بتصير كل 28 الشهر ينزل لك راتب. وبالتوفيق، وان شاء الله بتلاقي شغل في قطر او في مكان احسن. زميلة هيفا دندشلي من لبنان بتقول: امتحان البروميتريك نعمله بلبنان قبل السفر او بقطر؟ هذا سؤال جميل جدا. الجواب بيعتمد على الشخص اللي بيقابلك. اذا قال لك احنا ما بنقبل ناس الا يكونوا ناجحين بالبروميتريك، معناته بتروح بتنجح فيه، بعدين بتيجي بتدخل على المقابلة. اذا قال لك بنفع ناخذك لو عامله داتا فلو بس وبتقدميه هناك في الدوحة، ما في مشكلة. اذا قال لك مش شرط انه يكون معك بروميتريك، بس لازم اول ما تصل قطر تقدميه، فخلص. فهم اللي بيحددوا مش انا، لانه مرات بكون العرض انه يشترط بروميتريك، ومرات بكون يفضل بروميتريك، ومرات لا هيك ولا هيك. في النهاية نشكر كل الزملاء على الأسئلة الجميلة اللي كتبوها، ودائما نعلن ونكرر ونؤكد انه انا بالخدمة. اللي عنده اي سؤال يكتبه في تعليق على هذا الفيديو او اي فيديو ثاني، وكل 4 5 ايام اسبوع زمن نعمل لنا فيديو للرد على أسئلة المتابعين. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة، واعزم اصحابك خليهم يشتركوا بالقناة، ولا تنسى فعل زر الجرس، ارجع على كلمة اشتراك وشوف انت كاتب الكل ولا مخصصة، خليها الكل عشان اول ما ينزل فيديو يجيك اشعار مذكرات ممرض نشر فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.